السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن يونت 7 لسن 2 الفصل السابع الدرس الثاني How can we help؟ How can we help؟ درسنا أعزائي طلاب بصفحة 73 بالكتاب الملون، صفحة 73 بكتاب الطالب الملون. أوكي أعزائي الطلاب، عندنا درسنا السابق تحدثنا عن الـ World Problems، المشاكل العالمية. هنا أنا راح نسوي شلون نقدر نساعد في حل المشاكل اللي تحيط أو تحدث إلى الأشخاص. أوكي، منطينا ملاحظة بالمستطيل الأحمر. Sarah was very upset when she read this article. يقول سارة كانت منزعجة عندما قرأت هذا المقال. Read it and find out why. يقول اقرأ هذا الارتيكل، هذا المقال، واستكشف ليش، شنو السبب اللي خلى سارة منزعجة. اوكي راح نقرأ اعزائي الطلاب. احنا متفقين قلمك بايدك من تفتح الصفحة او على مود تأشر ويانا الاشياء المهمة. اوكي، send a child to school for $100. ارسل الاطفال الى المدرسة مقابل $100. اوكي، in many African countries، في كثير من البلدان او الافريقية، people have to pay to go to school. الناس يجب ان يدفعوا مبالغ لكي يلتحقوا بالمدارس. unfortunately، لسوء الحظ، many parents are too poor، كثير من الآباء هم too poor، فقراء جدا، to do this، لعمل هذا الشيء. so لذلك their children must go without education، لذلك أطفالهم يجب أن يذهبوا أو بدون تعليم. يعني ذول الأطفال بما أنه الآباء فقراء فما يقدرون يودون أبنائهم للمدارس، فراح يبقون هذول الأطفال بدون تعليم. This is very bad for their future and for the future of Africa. يقول هذا الشيء هو غير صحيح للمستقبل ذول الأطفال ومستقبل أفريقيا. ليش؟ لأن راح يكون هذا البلد بدون تعليم. أوكي، Did you know that just $100 will pay for one African child to go to school for a year؟ يقول هل تعتقد بأن أو هل تعلم بأن فقط $100 التي ستدفع للطفل الأفريقي مقابل تعليم سنوي، يعني اشبه بالمدارس اللي هي شنو، هذه المدارس لها مقابل، يعني المدارس مو مجانية، المدارس يدفع لها نقود للالتحاق بهذه المدارس. اوكي، هذه الاشياء اللي خلى سارة منزعجة، لان كثير من الاولاد الاطفال ما يقدرون يروحون للمدارس، وبالمقابل راح يكونون هذول الأطفال بدون تعليم. أوكي، فخلنا أعزائي الطلاب، هنا عندنا ملف صوتي listen and read. يقول استمع وأقرأ هذا الملف. What did Sarah and her friends decide to do؟ هنا سارة بعد ما قرأت المقال وشافت الأشياء اللي زعجتها، هنا فكرت أو قررت بشيء هي وصديقاتها. راح نسمع أعزائي الطلاب شنو الأشياء اللي قررتها سارة ومع صديقاتها. نستمع وبعدين نشرح الأشياء الموجودة. Unit 7 Lesson 2 Track 43 Listen and read. We should do something. No, we must do something. But what? We must collect money to send some children to school.
I know. Let's have a bring and buy sale. What's that? Everyone brings something to be sold, and everyone buys something. That's a great idea. We can advertise it in the school magazine. Wonderful. I have some CDs. I'll bring those. I can help. I'll bring some plants. I grow them in our garden. And I have lots of clothes. I'll bake some cakes. Wait, wait. Where are we going to have this sale? In the school playground, I hope. Let's go and ask the headmistress. Good idea. Okay, أعزائي الطلاب. هذه الفتيات اللي هنا نورة وسارة وليلى فكرن بأشياء لكي ينقذون هؤلاء الأطفال لإرسالهم المدارس. شنو الأشياء اللي فكروا بها؟ أوكي نورة، we should do something، يجب علينا أن نفعل شيء ما. سارة، no we must do something but what. سارة قالت كلا يجب علينا أن نفعل شيء ما، لكن ما هو؟ أعزائي الطلاب إحنا عندنا قاعدة إن شاء الله راح نشرحها اللي هي should والماست، اثنين المعنات يجب، لكن نريد نعرف شنو السبب اللي هنا نورة قالت we should وليش سارة هنا قالت we must. أوكي من إن شاء الله نكمل نروح إلى الموضوع القواعدي راح أنا أشرح لكم. أوكي داليا، we must collect money to send some children to school، يجب أن نجمع بعض النقود لإرسال الأولاد إلى المدرسة. ليلى، I know، أعرف، let's have a bring and buy sale. هنا سوت فت فكرة، هذه الفكرة بأن يسوون أشبه بالمجمع الصغير الأشياء اللي ما تحتاجها، هذه الأشياء أنت اللي ما تحتاجها اللي زايدة عندك هذه تنباع، والمبالغ اللي يجمعوها يدزوها لهؤلاء الأطفال لكي يلتحقون بالمدارس. هنا داليا تسأل what is that، شنو هذا؟ يعني هذا الشيء اللي سميتيه bring and buy sale، هاي الأشياء اللي هو بيع وشراء، شنو هذا؟ تشرح لها ليلى، everyone brings something to be sold، كل شخص يجيب شغلة شيء ما to be sold لكي يتم بيعها، and everyone buys something، وكل واحد يشتري شيء ما. نورة، that's a great idea، هذه فكرة جميلة، we can advertise it in the school magazine، بإمكاننا أن نعمل إعلان advertise بالمجلة المدرسية. سارة، wonderful، رائع، I have some CDs، لدي بعض الأقراص، I will bring those، سوف أجلبهم. داليا، I can help، بإمكانني المساعدة، I will bring some plants، سأجلب بعض النباتات، I grow them in our garden، زرعتها في حديقتنا. ليلى، and I have lots of clothes، ليلى تقول عندي كثير من الملابس. نورة، I will bake some cakes، سوف أطبخ بعض الكيكس. أوكي يعني أنا أعمل الكيكس. سارة، wait انتظروا، where are we going to have this sale، تقول انتظروا احنا وين راح نسوي هذا السوق الصغير او هذا الاشياء اللي نبيعهم، وين راح نبيعهم؟ احنا نريد فد مكان. داليا، in the school playground، في ساحة المدرسة، I hope، أأمل ذلك، let's go and ask the headmistress، دعونا نذهب ونسأل المديرة headmistress. ليلى، good idea، فكرة رائعة. هذه أعزائي الطلاب هذه الأشياء اللي فكرن بيهن ذن البنات لكي يساعدن الأولاد للذهاب إلى المدرسة. أعزائي الطلاب نروح إلى الموضوع القواعد اللي أنا سبق وأن ذكرتكم به اللي هو الشود والماست، شلون أنا أستخدم الشود وشلون أستخدم الماست واثنيناتهن معناتهن يجب. أوكي we use should to give advice، نستخدم الشود لإعطاء نصيحة، نصيحة أسويها أني لشخص أستخدم الشود. example you should work harder، بإمكانك أن تعمل أو تدرس بجد. you will get better marks in your exam، سوف تحصل على درجات جيدة في امتحانك. must
أيضا معناتها يجب. It's stronger than should. لكن must أقوى. يعني بالنصيحة تكون أقوى من should. It means have to or have got to. يعني معناتها إجباري عمل هذا الشيء. Example: You must work harder. يجب عليك أن تدرس بجد. If you don't, you will fail your exam. يعني هنا أنا أشبه بالشيء الإجباري. شيء إجباري اللي هو يجب عليك أن تفعل هذا الشيء. يعني هنا أنا يجب أن تدرس بجد لكي تجتاز الامتحان. فأعزاء الطلاب، الفرق بين must و should. should تستخدم للنصيحة، لكن النصيحة تكون خلينا نقول عليها اختيارية، أوكي؟ يعني إذا أنت درست تحصل درجات عالية. أما الماست، الماست هنا إجبارية، تكون أقوى من الشد. يعني أنا أنصح صديق بس إجباري أجبره، أقول له أنت إذا ما درست راح ترسب، أوكي؟ you must work harder. if you don't، إذا ما درست راح ترسب بالامتحان، أوكي؟ فهنا أعزائي الطلاب هذا الفرق بين الشد والماست. من المواضيع البسيطة اللي تم شرحها سابقا، لكن هنا نعادت للتذكير، اوكي؟ احنا شرحيهن بدروس سابقة. اوكي اعزائي الطلاب، نروح الى كتاب الاكتيفيتي بوك، تمرين بي، يونت 7 لسن 2 اكسرسايز بي. كومبليت ذيس سنتنسز وذ شود اور ماست. يقول اعزائي الطلاب، يقول اكمل لي هذه الجمل باستخدام الشود او الماست. اوكي، باستخدام الشود او الماست. من التمارين اعزائي الطلاب، هذا من التمارين المهمه اللي لازم احنا نركز عليهن. وهذا التمرين راح يميز لك هو يمتى تستخدم الشود ويمتى تستخدم الماست. نمبر 1، وي do our homework. we do our homework. يجب علينا أن نعمل واجباتنا المنزلية. أنا أعزائي الطلاب، هذا التمرين هنا راح يبين لك، هنا من يعطيك المدرس، واجب لازم أنت هذا الواجب إجباري تعمله. أوكي، we must do our homework. number 2، we should eat 5 pieces of fruit or vegetables every day. هنا يقول يجب علينا أن نأكل 5 قطع من الفواكه والخضروات كل يوم. يعني هاي الأشياء احنا نقول أبتيو براحتك، مو شرط بأن تأكلها، لكن النصيحة هي أكل 5 قطع يوميا من الخضروات والفواكه. 3، people should do what they say they are going to do. يقول الناس يجب عليهم أن يفعلوا ما يقولون. أوكي، فهنا ايضا استخدم الشود. نمبر 4، يو ماست وير ا سيت بيلت. يجب ان ترتدي حزام الامان اون ا بلين، في الطائره، وين ات از تيكينج اوف اند لاندينج، عندما تقلع وتهبط. يعني هنا يجب عليك اجباريه، يجب عليك ان ترتدي حزام الامان. نمبر 5، يو ماست تيك test before you can drive a car. لازم يكون عندك اختبار قبل قيادة السيارة. أكيد لازم كل شخص يؤدي الاختبار قبل قيادة السيارة. هذا التمرين أعزائي الطلاب اللي خاص بالماست والشود وكيفية استخدامهم، عرفنا القاعدة مالتهم، اللي عليك أنت فقط تشوف هنا الجمل اللي أنت تحددها يمتى تستخدم الشود والماست. احنا بنقول يمتى تحددها يعني يمتى تكون الجمل إجبارية وينت تكون الجمل اختيارية. اوكي، هنا انا اعزائي الطلاب ينتهي درسنا لهذا اليوم. thank you for your listening. اوكي، درسنا انتهى.